حدثنا ابن نمير حدثنا فضيل يعني ابن غزوان قال سمعت طلحة ابن عبيد الله ابن كريز قال سمعت أم الدرداء قالت سمعت أبا الدرداء يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه يستجاب للمرء بظهر الغيب لأخيه فما دعا لأخيه بدعوة إلا قال الملك ولك بمثل. حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا عبد الملك عن أبي الزبير عن صفوان بن عبد الله وكانت تحته أم الدرداء فأتاهم فوجد أم الدرداء فقالت له أتريد الحج العام فقال نعم قالت فادع لنا بخير فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إن دعوة المرء المسلم مستجابة لأخيه بظهر الغيب عند رأسه ملك موكل به كلما دعا لأخيه بخير قال آمين ولك بمثل قال فخرجت إلى السوق فلقيت أبا الدرداء فحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك.